حضرنا اليوم بثيتم الليل الدار البيضاء من أجل تأسيس ودادية متقاعدي وزارة العدل. نعتبر بأن التأسيس في حد ذاته هو واحد حدث تاريخي في تاريخ القطاع. لماذا؟ لأن المتقاعدين والمتقاعدات ديال وزارة العدل هم مناضلون ومناضلات من داخل هذا القطاع. دوزوا المظلومية التاريخية، حققنا معهم مجموعة من المطالب المادية والمعنوية، كنا معا في المحاكم وكنا معا في الساحات، وكنا ننظم حفلات تكريم للمتقاعدات والمتقاعدين، وسنتعهد كودادية بأن يبقى التواصل ويبقى الدعم. اليوم نؤكد بالملموس بأن ودادية موظف العدل تدعم عمل المتقاعدين والمتقاعدات، عندنا معهم تواصل دائم. سنحاول من داخل المؤسسة ديال الأعمال الاجتماعية ديال أننا نحققوا مجموعة من مكتسبات لهذه الفئة اللي هم أساتذة ديال المساطير، أساتذة في كتابة الضبط، مناضلين ومناضلات. لكن الآن بعد ما تأسس هذه الجمعية فهي لبنة ضمن لبنة المسار النضالي الطويل، لأن نقول بأن المتقاعدين والمتقاعدات مازال خصهم شيء الكثير من داخل وزارة العدل، مازال خصهم عناية خاصة من داخل المؤسسة المحمدية أساسا ما يتعلق بالملفات الصحية، لأننا نعرفوا بأن المتقاعدين فاش يتحلوا على التقاعد الأوضاع الصحية ما تبقاش يعني على تمام. بالتالي خصهم واحد العناية خاصة، خص ملفات طبية، خص دعم، خص بنية استقبال في المصحات، خص عناية، لما لا خص يكون مساعدة اجتماعية ومساعدين اللي يتبعوا الأحوال ديالهم اللي يسولوا عليهم، لأن نفاجأوا بين الحين والآخر بأن واحد الموظف متقاعد ولا موظفة مات وكاين اللي ما ساقلوش خبار، بينما سداو خدمات جليلة للعدالة. إذن باختصار تأسيس ودادية متقاعدي وزارة العدل هو رسالة إلى المعنيين بالأمر لمزيد من العناية بهذه الفئة، لمزيد من التواصل مع المتقاعدين والمتقاعدات في مختلف المحاكم. والآن فقد تأسس جسم التنظيم المركزي، بمعنى المجلس الإداري واللجنة التنفيذية، والإخوان ديالنا بيتنسيق مع ودادية موظفي العدل غادي يأسسوا المكاتب الجهوية وغادي يأسسوا المكاتب المحلية باش يستقطبوا وباش يتواصلوا مع الجميع بطبيعة الحال، وباش تكون رسالة قوية، وباش يشكلوا واحد الملف مطلبي وواحد الهوية، واحد الهوية ديال هذه الجمعية هذه اللي هي هوية كفاحية وهوية نضالية وهوية مطلبية، بالإضافة للعمل ديالها الاجتماعي وبالإضافة للمساهمة ديالها الثقافية والفكرية. وأكيد بأن ودادية متقاعدي وزارة العدل ماشي معزولة، عندها الدعم من النقابي، عندها الدعم ديال ودادية موظفي العدل، وعندها الدعم ديال المجتمع المدني. وأكيد بأن العمل ديالها والأهداف ديالها كما صدق عليها المؤتمر ماشي خاصة فقط بالمتقاعدين، ولكن أيضا ستساهم في رفع الحيف عن فئات الهشة، ستساهم في دعم العمل الاجتماعي ديال المغرب كامل، وستكون إن شاء الله تعالى واحد تأسيس واحد لبنة كما قلت لبنة نوعية وتأسيس نوعي لصالح العدالة لصالح المتقاعدين والمتقاعدات ديال وزارة العدل. شكرا لك. أولا تنهنيو نفسنا وتنهنيو جهاز كتابة الضبط وجهاز ممكن أن نقول جهاز متقاعدي كتابة الضبط. لا يخفى عليكم أن كتاب الضبط هم اللبنة الأساسية لجهاز العدالة في القطاع العدل، وهات المتقاعدين هم من بنوا الأسس الأساسية في وزارة العدل. نهني أنفسنا على هات المولود الجديد الذي هو بمثابة صوت جهاز كتابة الضبط، صوت متقاعدي كتابة الضبط. هاد المتقاعدين ديال كتابة الضبط اللي عانوا التهميش، عانوا الإهمال، عانوا الحقرة كما يقول المثل. اليوم أصبح لهم منبر صوت كتابة الضبط. لا يخفى عليكم أن متقاعدي كتابة الضبط يعيشوا واحد المجموعة ديال المتقاعدين اللي خرجوا تقاعد قبل من النظام الأساسي ديال 2011، خرجوا بواحد معاش زيد هزيل، معاش لا يغني ولا يطعم من جوع، 1500 درهم 1200 درهم، هاد الناس تيموتوا في الصمت. اليوم
ودادية متقاعدي العدل ستكون بجانبهم، سنزورهم بيت بيت، سنزورهم أينما كانوا لنوصل صوتهم إلى المسؤولين. مهم، أريد أن أرسل رسالة إلى جميع المسؤولين بوزارة العدل وبمؤسسة المحمدية للأعمال الجماعية، متقاعدي العدل ينتظرون إشارة منكم من أجل القرب، لأن سياسة القرب ما كايناش بين المتقاعد وما بين المسؤولين في وزارة العدل أو المؤسسة المحمدية للأعمال الجماعية.